السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يبحث مع وفد الخطوط الجوية اليمنية جوانب التنسيق لتشغيل رحلات الطيران إلى مطار ريان، ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية. وكيل أول حضرموت يلتقي ممثلي طلاب قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت. اختتام الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون المجانية بمستشفى سيئون العام. من العناوين للتفاصيل، أهلا بكم. استقبل محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمكتبه وفد الإدارة العامة للخطوط الجوية اليمنية برئاسة مدير الشؤون القانونية المحامي بسام محمود. وبحث المحافظ مع وفد الخطوط الجوية اليمنية جوانب التنسيق لتنظيم تشغيل رحلات طيران اليمنية داخليا ودوليا من وإلى مطار ريان الدولي بالمكلا عقب إعادة افتتاحه، وكذا نشاط حركة الطيران وأهمية زيارة الرحلات بمطاري الريان وسيئون. وأعرب المحافظ عن شكره للتعاون المتبادل بين قيادة المحافظة والخطوط الجوية اليمنية خلال الفترات السابقة، وما لعبه هذا التعاون من نجاح كبير عبر مطار سيئون. بدورهم أعرب أعضاء وفد الخطوط الجوية اليمنية عن خاص شكر وتقدير الإدارة العامة لمحافظة حضرموت لجهودها الكبيرة في تسهيل عمل الوفد، مؤكدين استعدادهم لمواصلة التعاون مع المحافظة لتشغيل أكثر من رحلة دولية من مطار ريان الدولي لخدمة المسافرين عبر رحلاتهم الداخلية والخارجية. افتتح محافظ حضرموت بمعية وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت جمال عبدون، ووضع حجر الأساس لثمانية مشاريع تربوية وتعليمية بمديرية مدينة المكلا بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية. وتمثلت المشاريع التي تم افتتاحها في افتتاح وإعادة تأهيل مركز النور للمكفوفين، وافتتاح معمل الحاسوب والمختبر العلمي وقاعة النشاطات بالمركز، وافتتاح مشروع تحسين البيئة المدرسية بثانوية الميناء، وافتتاح وإعادة تأهيل مدرسة خولة بمنطقة الديس، وافتتاح 6 فصول دراسية بمدرسة عمرو بن العاص مع ملحقاتها بالدائرة الهندسية بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية. فيما وضع المحافظ البحسني حجر الأساس بناء 12 فصلا دراسي لثانوية المكلا النموذجية للبنات مع ملحقاتها، ووضع حجر الأساس لبناء 9 فصول مع ملحقاتها بمدرسة خولة بالديس، و3 فصول للصم والبكم بمدرسة خولة بالديس، ووضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة حي السلام مع ملحقاتها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة والمديرية. وشهد محافظ حضرموت ووكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولتهم بمركز النور للمكفوفين عرضا في فن الإلقاء طالبات كفيفات على مسرح المركز الذي تم تجهيزه بشكل متقن لاحتضان فعاليات المركز المختلفة. سعداء جدا اليوم بهذه الجولة في مديرة المكلا لوضع حجر الأساس لمجموعة من المدارس وافتتاح مجموعة من المدارس الأخرى والوقوف على تحسين البنية التعليمية، البنية الأساسية للتعليم في المدارس. وأعتقد ما شاهدناه اليوم حقيقة يثلج الصدر أن مستوى التجهيزات في مدارسنا وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا بفضل الدعم الذي حظيت به خلال هذه السنوات الأخيرة. اليوم افتتحنا مدرستين جديدتين، وضعنا حجر الأساس لثلاث مدارس جديدة، وحجر الأساس لتطوير البنية التعليمية في مجموعة من المدارس، وزرنا معهد النور لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المعهد ما تتوفر فيه من إمكانيات وتجهيزات تجعلنا نقول بكل صراحة أنه نموذج على مستوى الجمهورية، ومن أراد أن يتحقق من ذلك فليزور هذا المعهد، هذا المركز. مستوى التجهيزات فيه رائعة جدا، والتجهيزات التي أدخلت مؤخرا كانت كفيلة جدا برفع مستوى. نحن مرتاحين جدا بهذا العمل، بهذا التطور في كل مدارسنا. أعتقد أن المدارس في حضرموت ما شاهدناه فيها من نظافة وخدمات وانضباط أيضا
وبنية تحتية ومختبرات وقاعات للنشاط اللاصفي، كلها يجعلها تكون مدارس في مصاف المدارس المتقدمة جدا. نحن سنمضي في هذا المشوار، مشوار التربية والتعليم، سيظل هاجسنا الأول بإذن الله بعد هواجس أخرى مهمة هو هذا الحقل، لأن أبنائنا رعايتهم وتعليمهم والنهوض بهم أمر بالنسبة لنا يمتلك أهمية قصوى. سنمضي في هذا المشوار تعاون الجميع. أشكر مدير عام مكتب التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال عبدون. أشكر مدير عام مديرية المكلا الأستاذ عوض بن هامل الذي اليوم وضعنا حجر الأساس لمدرستين جديدتين بتمويل من السلطة المحلية في المديرية، وهذا عمل عظيم. ستتشابك الجهود من السلطة المحلية في المديرية، السلطة المحلية في المحافظة، مكتب وزارة التربية والتعليم، كلها لمصلحة النهوض بشكل أفضل بالتعليم. والسلام عليكم. رعى محافظ حضرموت اللقاء السنوي الثاني لمنظمات المجتمع المدني بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بمدينة المكلا. وخلال اللقاء كلف المحافظ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة الصعوبات التي تواجهها المنظمات في جانب مركزية إصدار تجديد الترخيص الخاصة بها وتدليلها، كما كلف مكتب الضرائب بالنظر في الرسوم المستحقة عليها وإلقاء أي رسوم غير قانونية تعرقل الأعمال التنموية. وكلف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بتنسيق عمل المنظمات ومتابعة إمكانية عودة آلية العمل الجماعي، وكذا تكليف مكتبي الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الدولي ومجلس التنسيق بتقويم المنظمات وفرز النشطة منها وغير النشطة. وأكد المحافظ البحسني على ضرورة العمل بشكل تكاملي بين المنظمات وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للعاملين فيها وبناء قدراتهم، لافت إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستدعم برامج التدريب والتأهيل. التقى وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بالمكلا عددا من طلاب قسم الصحافة والإعلام بكلية الأداب بجامعة حضرموت، وناقش اللقاء مناقشة المبادرة الإعلامية الشبابية المقدمة من طلاب قسم الصحافة والإعلام، والتي تستهدف خدمة المجتمع وتعزيز دعائم أمنه واستقراره والحفاظ على النجاحات المستحقة. وأكد الوكيل بن حبريش اهتمام قيادة السلطة ودعمها لكافة المبادرات الشبابية التي توجه لخدمة المجتمع وتبني قضاياه ومحاربة كافة الظواهر السلبية التي تهدد أمنه واستقراره، مشيدا بالمبادرة المقدمة من طلاب قسم الصحافة والإعلام التي جسدت قدرة الشباب على القيام بدورهم في خدمة أهلهم ومجتمعهم. وأشدد الوكيل بن حبريش على أهمية الإعلام ورسالته ودوره في تحقيق التطلعات المشروعة لأبناء حضرموت كافة. اختتمت بمستشفى سيئون العام الحملة العلاجية والجراحية الأولى المجانية لأمراض العيون بدعم وتمويل من منظمة البلسم الدولية للإغاثة الطبية من المملكة العربية السعودية بإشراف مكتب الصحة وإدارة مستشفى سيئون العام. وهدفت الحملة إلى تخفيف معاناة مرضى العيون من السفر للخارج وتكلفة العمليات الجراحية من خلال مجانية الكشف الطبي لمرضى العيون وإجراء العمليات الجراحية التي بلغ عددها 150 عملية جراحية وكشف ومعاينة أكثر من 400 مريض ومريضة من قبل فريق طبي متكامل وبأحدث الأجهزة الطبية الحديثة. وفي حفل الاختتام أكدت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على الشراكة الأخوية مع المملكة العربية السعودية، وأنها لن تنتهي بهذا المخيم بل ستتواصل الحملات والمساعدات لأهلهم وأشقائهم باليمن. ناقش اجتماع بمدينة سيئون للسلطة المحلية بالوادي والصحراء عدد من الإشكاليات المتعلقة بالمبنى الخاص بشركة سيئون للمعدات الزراعية بمديرية القطن لإيجاد الحلول المناسبة لها. واستمعت السلطة المحلية بالوادي والصحراء من رئيس مجلس إدارة الشركة خالد الكثيري إلى نبذة عن الشركة منذ تأسيسها والمراحل التي مرت بها والصعوبات والتحديات المختلفة التي واجهتها. ودعا الاجتماع إدارة الشركة إلى مراجعة الهيئة العامة للأراضي للمعالجة قضايا الحيز المكاني الخاص بالشركة في مديرية القطن للحفاظ عليها من أي تطاول من قبل الغير، والعمل على تنشيط الفرع وتطويره من خلال تجديد الأصول واستثمارها وتفعيل نظام الشراكة والاستفادة من الخبرات الموجودة واستغلال كافة الإمكانيات المتوفرة في معالجة الإشكاليات الأخرى.
اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت اليوم على التحضيرات الجارية لإقامة معرض الشهر الكريم التجاري والصناعي والتسويقي النوعي الثاني الذي تنظمه مجموعة المهر التجارية بالتنسيق مع مكتب وزارة التجارة والصناعة بالوادي والصحراء. واستمعت السلطة المحلية خلال اللقاء إلى شرح واف من رئيس مجلس إدارة مجموعة المهر التجارية عبد الله الجنيد على مستوى التحضير والاستعداد للمعرض المزعم إقامته خلال شهر شعبان القادم بمشاركة عدد من الشركات التجارية، لافتا بأن المعرض يهدف الارتقاء والنهوض بالحركة التجارية والاقتصادية بحضرموت وتنشيطها وتوفير جميع احتياجات ومتطلبات المواطنين بأسعار مناسبة. وأشارت السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالدور الريادي لمجموعة المهر التجارية بتنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة، داعية للاستفادة من تجربة العام الماضي وتطويرها من خلال تحديد تجمعات مختلفة في عدد من المديريات. ناقش المكتب التنفيذي بمديرية الشحر في دورته الاعتيادية الثانية لشهر فبراير برئاسة مدير عام المديرية المهندس أمين بارسيق تقارير عن نشاط فرع المؤسسة العامة للكهرباء بالشحر ومحطة التوليد بالشحر ونشاط المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمديرية ومستوى الانضباط الوظيفي بالمديرية. وخرج المكتب التنفيذي بعدد من القرارات والتوصيات والاتفاقات الهادفة لتفعيل نشاط المكاتب التنفيذية بالمديرية، منها تكثيف عملية التفتيش للحد من الفقد ورفع متطلبات الصيانة العاجلة للإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء ومنها تكثيف عملية التفتيش للحد من الفاقد ورفع متطلبات الصيانة العاجلة للإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء وتكليف مدير الأوقاف بالتعاون مع المكاتب التوعوية للقيام بحملة توعوية ضد الربط العشوائي. كما أوصى المكتب التنفيذي مؤسسة المياه تكثيف عملية حملات القطع للحد من الفاقد إلى جانب سرعة معالجة مشكلة الضرائب مع مكتب الضرائب. عقد مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم لقاء مع المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد الشيخ أحمد السعدي ورئيس جمعية الفنانين بحضرموت الأستاذ محمد أنور عبد العزيز، حيث كرس اللقاء لمناقشة التداعيات السلبية التي تصاحب حفلات الزواج الليلية وخروجها عن جدية الأهداف السليمة للحفلات مما يغلق السكينة العامة للمواطنين لا سيما كبار السن والأطفال والمرضى. وخرج اللقاء بعدد من التوصيات التي من شأنها تنظيم الحفلات وعمل الضوابط المنظمة لها ومنها تحديد الزمان العام للحفلات الزواج وكذا تخصيص مواقع وأماكن في الأحياء السكنية الرئيسية بالتنسيق مع اللجان المجتمعية بالأحياء، بالإضافة إلى رفع توصية والطلب من رئيس محكمة الاستئناف بإلزام المأذونين الشرعيين بعدم إجراء عقود الزواج إلا بعد القيام بالتوقيع على استمارة حفلات الزواج المعدة من قبل جمعية الفنانين والمعتمدة من محافظ حضرموت بهدف الالتزام وعدم مخالفة النظام العام المحدد في هذا الشأن. التقى المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم بمكتبه رئيس وأعضاء فرقة التوعية الثقافية التابعة لمكتب وزارة الثقافة لاستعراض أبرز الأفكار والبرامج التي تنفذها الفرقة خلال الفترة القادمة. ورحب مدير عام الثقافة بأعضاء الفرقة في اجتماعها الأول بعد قرار محافظ حضرموت بشأن إنشاء فرقة توعوية ثقافية، حاثا أعضاء الفرقة على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التعاون المثمر في المستقبل انطلاقا من الدور الريادي للمسرح في حياة المجتمعات. وخرج الاجتماع بتنفيذ عمل مسرحي على خشبة مسرح كرنفال المكلة بالمنصة منطقة فوة في آخر جمعة من كل شهر على أن تكون انطلاقة عمل الفرقة لتنفيذ برامجها التوعوية في 8 مارس القادم والتهيئة لإنتاج برنامج إذاعي درامي توعوي يعالج الظواهر الحياتية المختلفة التي يعاني منها المجتمع. عقدت الجمعية السكنية التعاونية لموظفي جامعة حضرموت اجتماعا لها اليوم بالمكلة برئاسة رئيس الجمعية الأستاذ عبد الرحمن باربيد وبحضور كافة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية. وناقش الاجتماع عدد من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية والرئيسية للمشروع السكني، منها مناقشة اعتماد شق الشوارع ومتابعة الخدمات الضرورية وكذلك الاشتراكات المتأخرة للأعضاء واشتراكات الأعضاء الجدد. كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الجمعية السكنية لمتابعة هيئة الأراضي والعقار لاستكمال ما تبقى من الإجراءات والبحث عن المستثمرين لعرض التصاميم الإنشائية للمشروع والمصادقة
على محضر الاجتماع السابق من قبل الحاضرين بالاجتماع. دشنت إدارة مصلحة الدفاع المدني بوادي وصحراء حضرموت الحملة التوعوية في مواجهة الكوارث طلاب المدارس بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة تزامنا مع اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من مارس من كل عام، ويهدف النزول إلى توعية طلاب المدارس ونشر الثقافة الوقائية بينهم حول كيفية مواجهة الكوارث والوقاية منها والإرشادات والإجراءات المتبعة للحد من الحوادث المختلفة وخطوات السلامة العامة. وخلال تدشين قدم مدير الدفاع المدني بالوادي العقيد فائز العريقي محاضرة توعوية وإرشادية لطلاب مدارس الارتقاء الأهلية حول السبل المثلى للإجراءات الوقائية من الكوارث والحوادث وكيفية استخدام الطفايات لإطفاء الحرائق وكيفية التعامل مع المخاطر تواجه المجتمع وتقديم النصائح والإرشادات لعملية الإخلاء عند حدوث المخاطر والكوارث. وتخلل التدشين تدريب عملي لإطفاء الحرائق من قبل رجال الدفاع المدني إضافة لتشكيل فريق أنصار الدفاع المدني تطوعي وتوزيع بروشورات وملصقات توعوية للطلاب. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. محافظة حضرموت يبحث مع وفد خطوط الجوية اليمنية جوانب التنسيق لتشغيل رحلات طيران إلى مطار الريان، ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التربوية. وكيل أول حضرموت يلتقي ممثلي طلاب قسم الصحافة والإعلام بجامعة حضرموت. اختتام الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون المجانية بمستشفى سيئون العام. ختام النشرة حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.